The positivity and good energy is everywhere. And the teachers are funny and awesome. I'm respected and appreciated. Teachers actually listen to us. We are one big happy family. I mean, the whole atmosphere is just amazing. Everyone has nice personality. They're always there to help. People are very friendly to approach. Everyone here is well disciplined. There's no bullying in this school. Every time we're back to school, it feels like a family gathering. That if there's something you don't understand, they will explain even if it's too late. You help us not only academically, but also with our personal problems. وفي محبة. I look up to my teachers. We're friends. I've been to a lot of schools in my time, and once I entered here, I felt like the relationship I had with my teachers is on a next level. Every memory I have within these walls is a nice memory. School trips. We had this Easter sports festival. We once participated in a futsal championship. We had an open house one day. But we had a water fight once and it was kind of funny. The Cedars High School is one of the best schools I've ever been in. I just want to thank everyone, especially Mr. Omar. What makes Cedars High School special than any other school is its unique educational system. This school makes me feel like I could be anyone I want if I want to be. جيت على سيدرز لأنه لقيت فيها أول شيء أنه صغيرة، يعني أنا أولادي their needs are identified وما خيب ظني. شفت أنه طريقة المعاملة السيدرز مع التلاميذ principal خاصة بي وولاده. شفت كذا مدرسة وما اقتنعت بولا وحدة بصراحة، لحديت ما دلوني على سيدرز هاي سكول، جيت عليها بالصدفة وبالفعل كان الفوكس كتير professional. سيدرز هاي سكول عائلة منا مدرسة بمفهوم المدرسة. أنا كنت أشتغل بالسيدرز قبل، سو حبيت إنه أولادي يستفيدوا من هالإكسبيرينس الحلوة اللي ما في منها كتير بلبنان بغير مدارس. حسهم عم يعملوا مش their job، كأنه their hobby. بيعاملوا التلاميذ مثل اولادهم، من وقت ما فات على سيدرز هاي سكول نسيت كليا انه ابني عنده صعوبات تعليميه. اتس نوت لايك ا كوميرشال سكول. قريبه من بعضها، الولد بطل رقم. الاولاد بحبوا كثير يجوا على المدرسه لانه مرتاحين، they feel as if they're going home. علاقه الاهل بالمدرسه كثير حلوه. So friendly يعني، إذا كان عندي حيالله مشكلة صغيرة بضلوا يجربوا يساعدوني لآخر شيء أنا أقول لهم خلص ستوب، يعني ما بدك هالقد. في دايركت كونتاكت مع الإدارة. صادقة أكثر ما هي إنه تكون بزنس يعني. ما في هود الرسميات بيناتنا. بياخذوا بعين الاعتبار شو الأهل بيقولوا لهم وشو هي مصلحة التلميذ. مش معلمات، رفقاتهم بيضحكوا بيمزحوا معهم. في حب بين بعضهم. فيلز فري انه تحكي معهم بيسمعوا لها. بتجي الصبح بتوقف بس على البوابه وبتشوف السمايل اون ذير فيسز، بتعرف قد ايه الاولاد بيكونوا جايين عن جد مبسوطين ومش مصدقين يوصلوا على المدرسه. سيدرز هاي سكول كملت تو ميت سوليوشن لكل شيء جديد اللي عم بفوت على حياه الاولاد، رح تكون ون اوف ذا بيست سكول ان لبنان. ان شاء الله بنشوفها من احسن واكبر المدارس في لبنان. لانه بيستاهلوا كل خير.
أنا عم بقول لهم للأولاد عدوا بالبيت، أنا عم بقول لهم لا بدنا نروح على المدرسة، يعني بدك تشوف شو العلاقة بين السيدرز والأولاد ليقولوا بدنا نروح على المدرسة. بتحسوا قوي in society لأنه هيدا السلف استيم والسلف كونفيدنس وبينج ليدر اللي بنميها مستر عمر بكل تلميذ ما منلاقيها بغير مدارس.